صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده يا شباب هنتكلم مع بعض عن افضل تطبيق ملاحظات للموبايل وكمان للكمبيوتر. والفيديو اللي احنا هنتكلم عليه النهارده مميزاته جميله جدا مقارنه باي تطبيق تاني. وكمان الفيديو ده اتعمل عن طريق ترشيح انا كنت عامله في بوست على فيسبوك والناس كتير جدا اجمعت ان التطبيق ده او جوجل كيب بالاخص هو برنامج مميز جدا. المهم يا صديقي ان تطبيق جوجل كيب من اهم مميزاته ان هو تابع لجوجل. بس خلاص في الفيديو وانت محتاج مميزات تانية ولا ايه؟ تابع جوجل يا صديقي يعني اي حاجه بتعملها على التطبيق ده بتتزامن تلقائيا مع الاكونت الخاص بيك، يعني تقدر ان انت تعمل مشاركه للملاحظه مع شخص تاني بكل سهوله. بص من غير كلام كتير تعال نتعرف على التطبيق ونشوف ايه المميزات اللي موجوده جواه. في البدايه كده هتبدا ان انت تنزل التطبيق من متجر جوجل بلاي عادي جدا. هتفتح متجر جوجل بلاي وهتبدا ان انت تكتب في مربع البحث كلمه جوجل كيب، وبعد كده هتلاقيه قدامك هتبدا ان انت تعمل له تنزيل او تثبيت. ولعلمك البرنامج ده او التطبيق ده بيشتغل على اي نظام اندرويد في حاجه ما تقلقكش خالص. وبعد ما تنزله وانت بتفتحه لاول مره هيطلب منك تسجيل دخول بالاكونت بتاعك، وطبعا اكونت موجود جوه التليفون يعني حساب جيميل، علشان اي حاجه هتكتبها جوه التطبيق ده او اي ملاحظه هتضيفها جوه التطبيق ده هتتزامن تلقائيا مع الاكونت بتاعك. المهم بعد التسجيل بالاكونت بتاعك هيفتح قدامك بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي، وعلشان تضيف ملاحظه جديده هتدوس على علامه الزائد اللي موجوده عندك من تحت. وبعد ما تدوس على علامه الزائد هيطلب منك العنوان الخاص بالملاحظه وطبعا الكلام اللي انت هتكتبه في الملاحظه، وكل الكلام ده احنا عارفينه واي تطبيق بيعمل كده. ولكن ايه بقى المميزات اللي بيقدمها التطبيق ده؟ عد معايا. لو دوست على علامه الزائد اللي موجوده من تحت هتلاقيه مظهر لك اكتر من اختيار. تقدر اول حاجه ان انت تصور صوره وتضيفها في الملاحظه بتاعتك، يعني انت دلوقتي لو بتسجل حاجه وقدامك ورقه ومحتاج ان انت تصورها مش محتاج ان انت تروح تفتح الكاميرا، لا انت ممكن تصورها من جوه التطبيق. وكمان لو عندك صوره موجوده عندك في المعرض بتاعك او في الاستوديو تقدر ان انت ترفعها على الملاحظه بتاعتك عادي جدا. وكمان تقدر ان انت تضيف رسم، يعني تقدر ان انت ترسم حاجه او اي علامه مميزه تعلم بيها الملاحظه دي تعملها بايدك. وكمان تقدر ان انت تسجل تسجيل صوتي بحيث ان انت تفتكر الملاحظه دي عن طريق التسجيل اللي انت سجلته، او مربع الاختيار بمعنى ان انت تقدر تضيف كلام معين وتضيف جنبه مربع بحيث ان انت لما تعمل الحاجه دي تبدا ان انت تتعلم على المربع ده، حاجه زي المهمات يعني. وممكن كمان تدوس على الايقونه اللي موجوده جنب علامه الزائد علشان تبدا ان انت تلون الملاحظه بتاعتك علشان تبقى مميزه عن اي ملاحظه ثانيه موجوده عندك. ولو رحت دوست بقى على الثلاث نقط التانيين هيظهر لك كام اختيار ثاني حلوين جدا. اول حاجه تقدر ان انت تحذف الملاحظه بتاعتك عادي جدا. ثاني حاجه تقدر ان انت تعمل نسخه ثانيه من الملاحظه بتاعتك بحيث انها تبقى نسخه ونسخه. تقدر كمان ان انت تبعت الملاحظه دي على مستندات جوجل في الاكونت بتاعك، ودي حاجه حلوه جدا. او انك كمان تبعت الملاحظه دي لاي شخص على اي تطبيق تواصل تاني زي ماسنجر، فيسبوك، تليجرام، واتساب، اي تطبيق تواصل تقدر تبعت الملاحظه عليه عادي جدا. تقدر كمان ان انت تضيف شخص تاني او متعاون، يعني الشخص ده يقدر ان هو يشوف الملاحظه تقدر تشاركها معاه يعني بحيث ان انتوا الاثنين تعدلوا فيها عادي جدا. ودي على فكره انا شايفها ميزه جامده جدا بحيث ان انت تكتب ملاحظه معينه وتشاركها مع صديقك مثلا. واخر حاجه تبدا ان انت تضيف تصنيف للملاحظه بتاعتك بحيث ان انت لو عايز الملاحظات دياتي تبقى تبع الشغل قشطه، لو عايزها تبع البيت ماشي، لو عايزها تبع الشركه تمام. ولو جيت عندك من فوق تقدر ان انت تثبت الملاحظه بتاعتك بحيث انها تكون مثبته فوق اي ملاحظه تانية جديده تكتبها، وده طبعا علشان تكون دايما قدام عينك لو حاجه مهمه بالنسبه لك. بالاضافه كمان ان انت تقدر تضيف تذكير للملاحظه دي بحيث ان التليفون يرن في وقت معين علشان يفكرك بيها، او تقدر كمان ان انت تعمل ارشفه للملاحظه بتاعتك وترجعها في اي وقت. وفي كمان حاجه عايز اقولها لك، لو انت دلوقتي عملت حذف للملاحظه بتاعتك ما بتتحذفش نهائي، لا دي بتروح لسله المهملات الخاصه بالتطبيق ده وبتفضل في السله دي لمده 7 ايام بحيث ان انت لو حبيت ان انت تسترجعها عادي جدا، ولو حبيت ان انت تحذفها نهائي بتتحذف نهائي. وكمان تقدر ان انت تتحكم في كل الملاحظات دي عن طريق جوجل كيب من على الكمبيوتر، وده تقريبا اللي انا بعمله دلوقتي. بكتب السكريبت بتاعي على الكمبيوتر وبراجعه من الموبايل وابدا ان انا اقراه من الموبايل، وانا بسجل الفيديو دلوقتي الموبايل معايا براجع الكلام وببدا ان انا اقوله علشان ما انساش حاجه قدام الكاميرا. انا بالنسبه لي شايف ان جوجل كيب تطبيق ملاحظات جامد جدا، وشايف كمان انه مناسب لاغلبنا وسهل جدا وفيه مميزات كتيره. جرب التطبيق واكتب لي في التعليقات ايه رايك في التطبيق ده، ولو عندك تطبيق تاني انت شايفه مميز بالنسبه لك اكتب لي اسمه في التعليقات وان شاء الله هعمل عليه فيديو. وبس كده صديقي، ما دام وصلت معايا للنقطه دي اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزر المدونه وجروب الصفحه على الفيسبوك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تواصل معايا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار ومحتاج الرد عليه ضروري جدا تقدر تواصل معايا على رسائل الصفحه ان شاء الله كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب، والكلام ده طبعا لا ينطبق على يوم الجمعه. وبس كده.